Hi guys, how are you? This is Mustafa Maas from Sudan, and I'm here to teach you how to use Pro Tools. I'm working with Pro Tools Living. زي ما أخذنا في الدروس ولا الفيديوهات اللي فاتت تعرفنا على كيف ما نحن نقوم نعمل create blank session، كيف نعمل create track، تعرفنا على التراكات، تعرفنا على ال instrument track، اللي إن شاء الله هنتعرف على ال aux track ولا ال auxiliary track. طبعا ال auxiliary track، خلينا نقوم أشرح لكم ال auxiliary معناه شنو بالتحديد، وليه أنت محتاج لل auxiliary. خلينا نجيب new track، ولا نجيب ندوس شيفت وكمان ان حتى يجينا اللوحة دي. بنعمل هنا الستيريو، بنجي هنا اوكس تراك. الاوكس تراك مين يعني؟ اوكسلري معناها فرع ولا قسم، قسم خاص بنعمله يعني لأصوات معينة، لإيقاعات معينة. يعني مثلا أنا عندي قسم بتاع كورال، يعني ده قسم خاص في الأغنية صح، محتاج إنه أنا يعني مثلا عندي 10 تراك كورال ولا عندي 15 مرات. يعني بنعمل تراكات، بنعمل لها 20 تراك. فالتراكات دي لو أنا مثلا محتاج إنه أعمل لها مؤثرات، ما كل تراك بيجي أحط له ريفيرب مثلا، ما كل تراك بيجي أحط له إيكولايزر، ما كل تراك بيجي أحط له كومبرسر. محتاج ان التراكات دي كلها يعني اقدر اتحكم فيها في تراك واحد. فالاوكسلري تراك هو بيقدر يتحكم لي في كل التراكات دي في حتة واحدة. انا هوريكم هسه الطريقة كيف هنعمل كرييت اوكسلري انبوت. زي ما قلنا هنجي هنا نختار الاوكسلري انبوت، بنعمل كرييت اللي هو نزل عندنا الاوكسلري انبوت هنا شايف. بنجي نعمل كالاتي، نعمل كوماند بلس. عندنا مثلا دي كلها، دي كل الأصوات، نعمل كوماند ونعمل كليك عليها، نسمعها، نسمعها كده يقول لي شنو. بس تلاقيك، شفت الأصوات دي كلها؟ بس تلاقيك كلها أي واحد طالع بأوت براوم هنا، الأوت بتاعها أي صوت طالع من هنا. أنا دار الأصوات دي كلها الأوت بتاعها من هنا، لما يطلع من هنا يطلع من هنا ويجي خاشي في الاوكسلري تراك. هو الكوماند بلس عشان لما يكون اكتف، يعني الاوت بتاع التراك ده يجي طالع من هنا ويجي خاشي لي وين؟ في الانبوت عشان يطلع بالاوت في الاوكسلري. الاصوات دي كلها انا داير شنو؟ انزلها هنا. اقوم اعمل شنو؟ عملنا العلامة دي، نجي نعمل كوماند جي، نعمل جروب للاصوات بتاعتنا دي، نسميه مثلا اوكس. كده احنا بيجي عندنا مجموعة بتاعت أصوات مع بعض. احنا دايرين الأوت بتاع الصوت هنا، طبعا طالع في الأوت، دايرين انه يجي نازل هنا. أنا عندي في الأوت بوت البيلد إن وكل الأوت بتاع السبيكر. أنا ما داري يطلع للسبيكر مباشرة، أنا دايره من التراك ده يجي خاش الأوكسلري هنا، بعدين من الأوكسلري يجي طالع ماشي شنو؟ السبيكر. انا بقوم بعمل حاجة، بقوم بعمل له بص. البص معناه شنو؟ البص يعني مثلا انا اشرح لك بطريقة سهلة جدا جدا. ماشي الرحلة وانتو كمية كبيرة، يعني 15 20، يعني كلكم ما يعني ال20، ما اي واحد بيجي ماشي بسيارته، ما اي واحد بيجي ماشي بسيارته صح. كلكم بتجوا راكبين بص عشان الرحلة تكون جميلة وفيها انس وفيها ونس وفيها كده. فده بالتحديد بنفس الطريقة بتاعت الرحلة دي، مجموعة بتاعت التراكات كلها ماشية رحلة، يعني احنا دارين نسفرهم كلهم في بص واحد. يعني دارين التراكات دي كلها دين ماشيين الرحلة، دارين نسفرهم كلهم في بص واحد عشان يجوا شنو؟ عشان يجوا الرحلة وهم متأنسين مع بعض. هنقوم نعمل شنو؟ هنعمل ده، نعمل له نقطع عليه التذكرة وناخد في واحد من ديل. دي
كلها بساط، ماشي رحلة، نحن دارين ركبوا بص من البساط. طبعا انا يعني مسمي البص دي كل اي بص انا مسميه، انا مثلا اركب ده 27 28، وده نركبه 27 28، وده 27 28، ده نمرة البص، وده كمان 27 28، ديل 4 تركات راكبين البص ده، ديل ما راكبين. ليه ما ركبهم مع بعض؟ ما دفعوا الشيرين، ما مشكلة نركبهم كلهم مع بعض في البص. ركبوا كلهم شنو؟ البص بتاع 27، 27 ده، يلا ده احنا لازم نجي نعرفه عشان نقول له يا اخي انت اسمك 27. كيف نجي نعمل في الان؟ تذكر كان الان مايك هنا؟ لا، ده احنا ما هنديه مايك، هنديه بص ان عشان يبقى السواق بتاع الحفلة بص. هنجي نقول له انت 27 28 كده، يبقوا ديل كلهم نازلين في الباص. هسه لما نقوم نشغل هيقوم يشتغل الميتر بتاعنا هنا كلهم، يعني لو احنا عملنا ميوت ما هيشتغل. ليه؟ لانه ديل كلهم زي ما قلنا راكبين الحافلة، راكبين الباص. هو بالتحديد يعني ده الفهم بتاع الباص، هو اصلا اسمه باص، وده الفهم بتاعه انه ديل يعني ده هنطلعه على المجرى ده. كلهم ماشيين على الباص، طلعوا من هنا ونازلين هنا كده. معناه انه انا لو داير اعمل اي مؤثرات، مثلا داير اعمل ايكولايزر، الايكولايزر عملت هنا طوالي بيكون شنو؟ الصوت ده بيتأثر بالايكولايزر، والتراك ده بيتأثر بالايكولايزر، والتراك ده بيتأثر بالايكولايزر. نقصت الفيدر هيتأثر بالفيدر. لكن لما اجيب مثلا ايكولايزر هنا ده بس هيتأثر باللوكلايزر، لكن لما اجيبه هنا احط هنا معناها كلهم شنو؟ كلهم هيتأثروا باللوكلايزر. شايف؟ يعني لما انا اشغل اسمع كمان هنا اللوكلايزر شغال، شايف؟ يعني كلهم متأثرين بالإيكولايزر. ده مفهوم الإيكولايزر بطريقة بسيطة وسهلة جدا جدا. يعني لو أنا عندي جروب بتاع فوكس، جروب بتاع كورال، جروب بتاع أي شيء أنا عملته محتاج إن أنا أتحكم فيه في كل تراك واحد، أنا أعمل إيكولايزر. وأي سيشن أنت بتعمله لازم يكون عندك إيكولايزر، تراك إيكولايزر، اوكسلري تراك. ليه؟ لانه يعني لما البوكس بالتحديد يكون ما عندك، بتحس انه الصوت يعني زي الشكل كده، بتحس انه في حاجة ما مظبوطة. لكن لما يكون عندك الاوكس تراك بيسهل لك حاجات كثيرة. ده مفهوم الاوكسلري. طبعا البص على قدر ما انت تقدر، يعني دي كلها بصات 128 بص، بتجي تعمل السطب بتاعه من الانبوت اوتبوت. تجي السطب، تجي ايو اللي هو انبوت اوتبوت زي ما شرحنا قبل كده، بتجي بس بتجي تسميه هنا زي ما انت داير. انا طبعا على ال1 و2 مسميه ريفيرب 1، اللي هي لانه انا مثلا لما اكون شغال في البروجكت بتاعي بكون عارف انه 1 و2 ريفيرب، 1 و 3 و 4 ريفيرب 2، عندي ديلي، عندي بوكس، بوكس 2، كومبرسر، كومبرسر 1، اي كيو 1، اي كيو 2، بوكس 1، بوكس 2، 3. دي كلها بساط انا بستخدمها في المؤثرات. يعني لو عندي ايقاعات، عندي مثلا 7 ولا 8 تراك بتاع ايقاع، ما كل ايقاع بديه مثلا ريفيرب، لا انا بعمل اوكسلري ومنه بيعمل سنت. يعني مثلا انا مثلا التراك ده مثلا ايقاع، ده مثلا ايقاع داير، انا مثلا اعمل له ريفيرب، وانا اعمل ولا اقدر اعمل له اوكلايزر هنا، بجيب اعمل شنو؟ سنت. يعني شنو؟ اعمل سنت جزء من التراك، او طالع من هنا يجي طالع من هنا ويجي هنا، بعمل شنو؟
لك اوتبوت بعمل سنت في 27 28، ده انا اركبه مع ده 27 28، واجي بتحكم في الليفل بتاع الايكولايزر زي ما انا داير من هنا، شايف؟ بس لو ده شغال مثلا ناخد تاني، لو ده شغال عندنا مثلا، لو عملنا ميوت لديل مثلا، نعمل ميوت لديل كده، نشوف نعمل ميوت لديل، عملنا ميوت لديل التراك بتاعنا، شايف طوالي يشتغل هنا. يتحكم فيه هنا، دي فايدة الإيكولايزر، يعني بتعمل سنت عندك 1 2 3 4 5، عندك 10 ساعات سنت، يعني ممكن تعمل 5 إيكولايزر، ممكن تعمل 10 إيكولايزر، ممكن تعمل 100 128 إيكولايزر بمزاجك، يعني دي كلها مساحة الإيكولايزرات المتاحة بالنسبة لك، 128 بس مش 128 إيكولايزر، دي كلها يعني الحاجات المتاحة في البروتوز. أتمنى أكون أنا شرحت لكم بقدر الإمكان إنكم تفهموا الإيكولايزر شنو. طبعا أنت عشان تتعلم البروتوز ما يعني بتجي تسمع الشرح وتطبق، لا، لازم أنت تقعد وتتعب وتزهج وتقوم وتمشي وتشرب قهوة، تشرب شاي وترجع تاني وتتعلم مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة لحد ما تفهم، لأنه بالممارسة. يعني أنا ما بعلمك إنك كيف تمكسج مثلا، ولا بعلمك كيف إنك أنت تعزف، ولا بعلمك إنك كيف تفهم صح، لكن بعلمك بديك الكي بعدك، أنت بتجتهد بطريقتك الخاصة إنك تقوم توسق لروحك أكتر، يعني تفهم أكتر، تمارس أكتر، تكتشف أكتر. أنا مهندس صوت، لكن لحد الليلة ما بقول لك بعرف كل حاجة في البرنامج بتاع البرو تولز، ليه؟ لأنه كل يوم بلقى فيه حاجة جديدة، كل يوم بفتش. زي ما أنا هسي بعلمكم، أنا كمان مش بتعلم من حتة تانية، عملت تريننج في حاجة اسمها برو تولز 101 102، وإن شاء الله هعمل لقدام برضو، بعمل أبجريد لروحي وبعلم روحي أكتر. أنتوا كمان لازم تتعلموا أكتر، لأنه العالم ماشي كده يتطور في كل يوم جديد، والعلم مالي وحد. فعشان كده أنا بقول لك إنك أنت لو قدرت تتعلم لازم تفتش وتفتش 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 وتفتش، وبالتحديد باللغة الإنجليزية، ليه؟ لأنه كل حاجة متاحة باللغة الإنجليزية، اللغة العربية محدودة شديد، ليه؟ لأنه ما متوفر يعني كتير. أتمنى إنه تكونوا فهمتوا الأوكسلري معناه شنو. أوكس هي أصلا شورت كت لأوكسلري تراك، أوكس أوكسلري. أتمنى إنكم أنتوا فهمتوا الأوكسلري، يعطيكم العافية. أي سؤال أي استفسار ممكن ترسلوني على mustafamaaz401@yahoo.com، أو زيارة الموقع www.royalstudio.com، ولا زيارة صفحتي على الفيسبوك مصطفى معاز معاز. شكرا جزيلا، و باي باي.